Hello, my dear students. How are you today? Miss Nadia, today we will have a new lesson. اليوم أعزائي تلاميذ الأول ابتدائي، اليوم رح ناخذ درس جديد، هو الدرس السابع في الفصل الثاني. حرفنا لليوم هو حرف الكي. هذا شكله، اسمه كي، صوته ك. ك موجود في بداية كلمة كي. كي كايت، كايت، ك، ك، كي، كي، كايت، كايت. طبعا وهذا شكله الكبير كابيتال، وهذا شكله الصغير سمول، اوكي، وهو يعتبر من الحروف الصاعدة اللي تكتب على ثلاثة أسطر إلى الأعلى كما هو موضح هنا. هذا شكله صغير نكتب باتجاه السهم، وهذا شكله الكبير أيضا نكتب باتجاه السهم. الفرق قليل بين السمول والكابيتال، مجرد هنا هذه تكون أكبر. هذا بالنسبة لشكله وصوته وكيف نكتبه، أوكي، وشكله الصغير والكبير. وبعد ما نخلص الترديد ونعرف صوت الحرف وشكله وكتابته، هنا نتعلم كيف نمرر أصبعنا على الحرف في أسفل الصفحة من النقطة الخضراء إلى البرتقالي، هكذا باتجاه السهم، هكذا، ونكمل باتجاه السهم من النقطة الخضراء إلى البرتقالي. نجي هنا إلى داخل الصفحة هنا، طبعا هذه كلاس روم، غرفة الصف. This is the teacher and these are pupils، وهؤلاء هم التلاميذ. هنا المعلمة تسأل عن الأشياء، كيف نسأل؟ What's this؟ طلع شيء من الباج، من الحقيبة، وتسأل، أو من البنسل كيس، وتسأل What's this؟ التلميذ يجاوب Is it a pen؟ هل هو قلم حبر؟ No. إذا خطأ. No. لا. التلميذ الآخر أو التلميذة تقول Is it a pencil؟ هل هو قلم رصاص؟ المعلمة Yes. Yes. نعم، إنه قلم رصاص. طبعا هذه activity، نشاط نقوم به بالصف، يكون على شكل، طبعا راح ياخذ وقت أطول وأوسع لأنه راح نسأل على كل الأشياء الموجودة بالصف وعلى كل الأشياء اللي نستخدمها بالمدرسة. هنا أنا مثلا على الكالر بين، على الألوان، على البنسلز، على الباج، على الديسك، نسأل What's this؟ نسأل على البنسل كيس، على التشيرز، كل الأشياء الموجودة بالصف، اللي موجود في الصورة واللي موجود في داخل الكلاس روم في غرفة الصف بالمدرسة، نسأل عن هذه الأشياء في السؤال What's this؟ ما هذا؟ أوكي؟ طبعا وما ننسى لعبتنا، لعبة إطارات السيارة، دائما نستخدمها للتأكيد على أنه الطالب أو ابننا بالبيت يعرف، أو بنتنا تعرف انه شلون الطابق يعني شكل الحرف الكبير وهنا السمول هذا، وهذا الكابيتال الصغير والكبير. طبعا ما نخليها هالشكل، وانما يعني نبعثر هذه الاغطيه مالت الماء، ونشوف نختبر تلميذنا او ابننا انه يعرف يطابق الحرف ويعرف شكله. وممكن يستخدم كثير من الاشياء، نستخدم هاي الاغطيه مالت الماء مثل ما هنا تجمعون طبعا الأشياء اللي ملونة اللي تجذب الطفل، وأخلي أنطي الحرية إنه يشكل الحروف اللي يعرفها. مثلا هسه هنا أنا شكلت حرف الكي، هذا شكلت حرف الكي الكبير، وممكن هو الطالب أو الطالبة أو أولادنا بالبيت، ونسوي وياهم مسابقة ونشجعهم إنه يعرفون يشكلون الحرف بأشياء بسيطة تكاد تكون مهملة، لكن إحنا نستغلها باستغلال حلو ومفيد، يعني شغلة جدا بسيطة. أوكي، هسه نروح إلى الأكتيفيتي بوك بعد ما خلصنا
البيوبلز بوك نروح على الاكتيفيتي نشوف شنو عندنا. طبعا هنا شكل حرف الكي راح نطوخ عليه الشكل الكبير والشكل الصغير طبعا كله نطوخ عليه بالقلم الرصاص. بعدين هنا عندنا تريس يعني نمشي على كل الخطوط، كل الخطوط نمشي عليها اوكي، وعلى الحروف اللي لونها فاتح نطوخها. هنا مثلا a bag a pencil، هنا كل الاشياء المفردة كل المسميات المفردة مثل ما عندنا هنا مثلا the bag نقول a bag يعني حقيبة واحدة، هذه الـ a وهي الأشياء المفردة نستخدمها مع الكلمات المفرد. a pencil مثلا a ruler اوكي a car كل الأشياء المفردة نستخدم وياها a. اوكي أعزائي تلاميذ الأول ابتدائي، أتمنى أن يكون الدرس واضح وتكونوا تستفادون من عنده، واللي يدخل قناتي أول مرة أرجو أنه يشترك ويفعل الجرس حتى توصل الفيديوهات الجديدة. Thank you. Goodbye.